لسه مستمرين في حصر الخسائر النهائية لحريق سوق الورق. حي الجمرك بيقول خسائر حريق سوق الورق فادحة جدا، وعملوا إخلاء 11 أسرة من العقارين المتضررين من الحريق. كشف رباب مدني رئيس حي الجمرك بمحافظة اسكندرية عن خسائر حريق سوق الورق بالمنشية قائلا: الحريق اتهم 10 محلات، كان امبارح 5، لكن الحصر النهائي ان هم 10 محلات وفروشات في الارض لبيع مستلزمات المدارس ولعب الاطفال، فضلا عن عقارين اللي قلنا ان هم اتحرقوا امبارح ارقام 4 و6 بشارع ابن رشد. لافتة انه تم انقاذ 9 اشخاص بعد احتجازهم بسبب الحريق في العقارات المجاورة، حيث ان الحريق تسبب في خسائر مادية فادحة دون وفيات. وأشارت مدني في بيانها اليوم الثلاثاء لأن عملوا على إخلاء عقارين المتضررين من السكان، وعدد الأسر اللي تم إجلائهم 11 أسرة، وده حين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مصيرهم. كان اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطار طبعا بنشوب حريق بمحلات سوق الأدوات المدرسية المعروف بسوق الورق، وانتقل ضباط القسم طبعا امبارح عرفنا كل دوت، والحماية المدنية برفقة الإسعاف موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق هائل محل البيع الورق بسبب ماس كهربائي، وامتد بعد كده للمحلات التانية والتهم 10 محلات وفروشات مجاورة وعقارين. أسفر عن تفحم محتوياتهم بالكامل من البضاعة بالإضافة لخسائر مالية كبيرة، وطبعا إصابة 12 شخص بينهم رجال الدفاع المدني او الاطفاء باختناق جرى نقل 5 منهم للمستشفى الامير الجامعي، و7 اتعالجوا داخل سيارة الاسعاف موقع الحادث، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.